أهلا بكم إلى هذا البودكاست عن هذا عالم الأندلس. اسمه كمال الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي. ولد 1162 يناير 1162 ولد 1162 وتوفي 1223 موافق 557 هجرية و 619 ولد 557 هجرية وتوفي 619 هجرية. لغوي أندلسي من أهل القرن الثاني عشر الميلادي السادس الهجري. ولد في الشريش ونشأ بها وأخذ العلم عن علماء عصره كابن خروف وابن زرقون وابن لبال الشريشي، ثم قام برحلات إلى المشرق. شريش تعتبر من مدن الأندلس. من أهل شريش الإمام العلامة الأديب الماهر الفهم اللغوي النحوي الشاعر، ساد أهل زمانه واشتهر بين أقرانه. روى عنه أبي بكر بن أزهر وأبي عبد الله بن زرقون وأبي الحسين بن جبير وغيرهم. أقرأ العربية وغيرها وأفاد. وقال ابن لبار: لقيته وسمعت عليه بعض شرحه للمقامات مقامات وأجاز لي سائره مع روايته وتوابعه، أجاز له أن يروي عنه هذا المؤلف الذي ألفه وشرح مقامات الحريري. اسمه كامل أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى الشريشي من آل شريش، الإمام العلامة الفهامة أديب الماهر الفهامة اللغوي النحوي الشاعر، ساد أهل زمانه واشتهر بين أقران. قال ابن لقيته وسمعت عليه بعض شرحه لمقامات وأجاز لي سائره مع روايته وتوابعه، وأخذ عنه أصحابنا وله 3 شروح للمقامات كبير وفيه من الأدب ما لا كفاء له، ووسيط مملوء لغة وصغير مختصر وله غيرها، أجاز بما حشد فيها منها شرح الإيضاح للفارسي والجمل للزجاج، وله في العروض تأليف وجمع مشاهير قصائد العرب، واختصر نوادر أبي علي القالي. توفي ببلده شريش سنة 619 هجرية 1222 ميلادية. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف. إذن هذا الشيخ أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي النحوي، المتوفي في ذي الحجة سنة 1619 توفى، وتولي الشيخ 570. كان مبرزا من النحو، أديبا كاتبا بليغا، عني بالرحلة في طلب العلم، وأخذ عن ابن خروف وخلف وعنه ابن الأبار، وتصدر لإقراء اللغة والأدب والعربية والعروض، وله 3 شروح كما سبقا قلنا. إذن هذه هي معلومات تتكرر فقط لكي تدخل إلى الدماغ. إذن هذا من فضائل الأندلس. لنرى ماذا كتب عنه
إذا شرح مقامات الحريري، اسم الكتاب شرح مقامات الحريري، المؤلف أبو عباس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي، توفي 619 هجرية، الناشر ديال الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2006 ميلادية، 1437 هجرية. عدد الأجزاء عده للشاملة، عدد الأجزاء 3، عده للشاملة، رابطة النسخ، تنفيذ مركز النخب العلمية برعاية مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، ترقيم كتاب موافق مطبوع، تعريف المؤلف الشريشي 557 الميلاد ديالو في شرش، ثم الوفاة ديالو 619 هجرية. ميلاديا 1181 ميلاد، 1223 الوفاة. أحمد بن عبد المؤمن بن موسى أبو العباس القيسي الشريشي من علماء الأدب والأخبار. نسبته إلى شريش إكسيرس، غرونت إكس أو إر أو إس، هكذا تكتب باللاتينية بالأندلس، ومولده ووفاته فيها. كان يقرأ بها العربية وعلوم الأدب. مؤلفاته: اختصر نوادر القالي، وله كتب وشروح، أشهرها شرح المقامات الحريرية، وهو الكبير في مجلدين، وله شرحان آخر لمقامات، أحدهما وسط وهو اللغوي بين قوسين، والثاني صغير وهو المختصر، ورسائل في العروض، وشرح الإيضاح للفارسي، ومجموع من قصائد العرب المشهورة، وبرنامج اشتمل على ذكر شيوخه ورواياته عنهم، وشرح مقامات البديع الهمداني، مختصر في مخطوطة 1313 الثاني من الرباط، نفح الطيب، وتكملة الصلة. هذا هو مراجع اللي فاش جابوا هذه المعلومات. القسم الأول 136، بغية الوعات 143، هذو الصفحات. وهو فيه أحمد بن عبد المنعم بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن، أنا الاسم تزاد شي حاجة، أحمد بن عبد المنعم، وكذا سماه بروكلمان 677 الصفحة. والصواب ما ذكرناه، قال معاصره الرعيني في الإيراد أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن، هكذا كتب لي اسمه بخطه، كتب لي اسمه بخطه نقلا عن الأعلام للزركلي. إذا نكتفي بهذا القدر، فهو دجيبيد من جابدة الأندلس رحمهم الله، كانوا رجال العزة ورجال الإقدام ورجال الوجاهة والأدب والعلوم، كافة العلوم والفلسفة، جمعوا كل شيء رحمهم الله. هكذا، وإلى اللقاء.